الله يسعد أيامكم وكل أوقاتكم بكل خير رجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا كنتوا جديدين ولا تنسوا تحطوا لي لايكات كثيرة وكومنتات جميلة زيكم وعشان لا أطول عليكم راح أذكر أساميكم بنهاية القصة ويلا نبدأ بقصتنا تقول صاحبة القصة أنا بنت تربيت في أسرة بسيطة مرة لأب دخله يدوب يكفي احتياجات البيت ولزوجة أب بخيلة في عطائها ومشاعرها تزوجها أبويا بعد وفاة أمي عشان تعوضني بحنانها ولكن ما حسيت يوم بهذا الحنان كان كل الحنان من نصيب أخواتي من أبويا ولأني في نظرهم الكبيرة كانت تستغل هذا الشيء وتخليني أقوم بشغل البيت كامل الشغل اللي المفروض هي تسويه وما تخلي أخواتي يشتغلوا أبدا تدلعهم حتى إنهم ما يرفعوا ملعقة بالبيت في البداية أحس بالكره والغضب تجاه أخواتي وأمهم وما قدرت أعلم أبويا لأن اللي فيه مكفيه وزيادة ما بنكد عليه أكثر يرجع من دوامه يا دوب ياكل وينام كم ساعة عشان يصحى ويرجع يداوم مسائي مرة ثانية، وقررت أصنع جوي الخاص بعيد عن حياتي الكئيبة وبعيد عن نكد زوجة أبويا بدأت أركز في دراستي وكان عندي يقين إن بيوم أوصل للحياة اللي أتمناها، وبدأت ألخص الدروس وطبعت نسخ للملخصات وبدأت أبيعها لطلاب المدارس اللي بمنطقتنا، وبعد ما أولياء الأمور شافوا إن عيالهم استفادوا من ملخصاتي صاروا يثقوا فيني مرة. وطلبوا مني أدرس عيالهم دروس خصوصية، وبدأت أرتب وقتي ما بين مذاكرتي وما بين الدروس الخصوصية، واكتفيت بثلاثة مجموعات في الأسبوع عشان ما أهمل دراستي، خاصة إني أشتغل بدون علم أحد بالبيت، لأن أبوي لو عرف إني أشتغل وكذا أكيد راح يرفض ويطلب مني أركز بدروسي، خاصة إني بالمرحلة الثانوية، وزوجة أبوي إذا عرفت تطمع بفلوسي وتحاول تاخذ مني المبلغ بأي طريقة، أنا كنت أجمع كل المبالغ اللي تجيني سواء من تدريسي أو مصروفي من أبوي. حرمت نفسي من كل شيء وكنت أكتفي بالقليل مو بخل بس كنت أبغى أستغل كل المبلغ اللي جمعته عشان أبدأ مشروعي في نهاية السنة وبنهاية السنة بدأت أحسب اللي جمعته واشتريت بضاعة مثل هدايا وألعاب أطفال ومستلزمات وكنت أبيعها للي حولي من معارف وطلاب وكنت أجمع كل المكسب عشان أكبر تجارتي وبالفعل في السنة اللي بعدها استأجرت محل وكان المحل بعيد عن الحارة عشان إلين دحين ما حد من أهلي يدري عن تجارتي محل إكسسوارات وهدايا صار عندي مشروعي الخاص وتعرفت على تجار الجملة وأصحاب المصانع اللي يوردوا لي البضاعة رغم أني بدأت تجارة بس ما تركت دراستي أنا دحين أدرس في كلية التجارة وفي السنة الثانية وقبل فترة تعرض أبوي لأزمة مادية واضطريت أعلمه بمشروعي وساعدته بأزمته بالبداية استغرب مرة وكيف قدرت طوال خمس سنوات أشتغل بالسر وبدون علمهم وفي نفس الوقت كان فخور فيني مرة وفخور بإنجازي اللي وصلت له وأنا بإذن الله مستمرة بتجارتي وأتمنى بعد التخرج أتوسع أكثر بتجارتي وأفتتح فرع كبير مرة وخط إنتاج خاص فيني بدال ما أستورد البضاعة وواثقة إني بيوم رح أوصل بتوفيق من ربي ودعواتكم لي بالرزق والتوفيق وبكذا انتهت القصة تعليقي على القصة صح إحنا ما نختار ظروفنا بس نقدر نغيرها للأفضل ولصاحبة القصة أهنيكي على اللي وصلتي له وبدون مساعدة أي أحد والله يوفقك ويرزقك وياهلا فيكم لما من السعودية رائف من اليمن ياسمين من الإمارات جانا وريتاج من سوريا مهيرة من عمان سارة وديمة من العراق وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظروني بقصة جديدة